شاري عمت فضائله كل العباد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر روح الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد مولانا على كل نعمة، ومن جملة النعماء قولي لك الحمد. وبعد، أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان كلامنا في الحلقة الماضية عن الطرق التي يتوصل بها إلى معجزات ودلائل نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه آنذاك أن هذه الأخبار قد يبلغ بعضها مبلغ المتواتر، ومع ذلك قد يخفى على كثير من الناس. وضرب المثل بمدينة بغداد المشتهرة المزدهرة المعروفة بدار الإمامة والخلافة وغير ذلك من الأوصاف، ولكن من الناس من لا يعرف اسمها فضلا عن وصفها. وضرب الأمثلة كذلك بالأمور الفقهية التي يفعلها الناس في الصباح والمساء، كنية الصائم هل تجب في كل ليلة أم تجب مرة في الشهر في أول ليلة من ليالي رمضان، وغير ذلك من الأمور التي يعرفها أصحاب مالك وأصحاب الشافعي، ولا يعرفه مثلا أصحاب أبي حنيفة. أبو حنيفة يرى أن أم القرآن غير واجبة. فإذا ذهبت إلى أحد الناس في المذهب الحنفي وقرأت الفاتحة قلنا وأوجبت، ماشي وقرأت، أوجبت الفاتحة وتقول لهم إن الفاتحة واجبة، يستغربون. فعندما يعدون فرائض الصلاة لا يعدون الفاتحة من فرائض الصلاة، يعدونها من ماذا؟ من المستحبات. يعني إذا قرأتها فبها ونعمت، ولكن إذا لم تقرأها وقرأت شيئا من القرآن فهذا هو الواجب. الواجب يقرأوا ما تيسر، أخذوا بعموم القرآن الكريم ولم يأخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خبر أحد، لم يأخذوا بقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قدموا عليه عموم القرآن فقرأوا ما تيسر من القرآن. فأحد الناس لا يعرفون هذا، لا يعرفون هذا، يعني أنك إذا فعلت شيئا يخالف ما اعتادوه في مذهبهم ربما يخرجونك من الملة، ربما يخرجونك من الملة لو جئت بمستحب أو بسنة خفيفة أو بفضيلة من الفضائل من مذهب آخر لكي تصلي بها في صلاتك أو تفعلها في صيامك أو في حجك أو ما إلى ذلك من الأمور، فإنهم يستغربون لأنهم لا يعرفون هذا. إذن فقد يكون الشيء متواترا بالنسبة لقوم وهو غير معروف بالنسبة لآخرين. وحصة اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نبدأها بالفصل الثالث من هذا الباب، الفصل الثالث من باب المعجزات الذي خصصه القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه للحديث عن معجزة القرآن. بدأ بمعجزة القرآن، سيسرد القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه معجزات أخرى مادية، ولكنه بدأ بالمعجزة الكبرى، بالمعجزة الخالدة، بالمعجزة التي لا تفنى، وهي معجزة القرآن. فقال رحمه الله تعالى عليه: اعلم وفقنا الله وإياك، أي رزقنا الله وإياك التوفيق والسداد. والتوفيق هو القدرة على الطاعة والقيام بالطاعة، النشاط للطاعة. فإذا رأيت شخصا يعني ينشط لفعل الخير فاعلم أنه من الموفقين، إذا رأيت شخصا يحب الخير فاعلم أنه من الموفقين، إذا رأيت شخصا يعتاد المسجد فاعلم أنه من الموفقين. إذن فلنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، بمعنى أن يخلق فينا القدرة على الطاعة، وأن ينشطنا لعبادته سبحانه وتعالى، وأن تحل هدايته سبحانه وتعالى قلوبنا، كما قال البصيري رحمه الله: وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء، لأن محرك الأعضاء هو القلب.
فإذا نشط للعبادة وحلته الهداية وحله التوفيق، يعني كانت الأعضاء خفيفة لفعل الخير، كانت سباقة إلى فعل الخير، وكانت مسرعة إلى فعل الخير. وإذا كان ذلك القلب يعني قلبا أغلف أو قلبا مختوما عليه أو مطبوعا عليه، فإن الأعضاء تكسل وتفشل ويقع فيها ما قصه الله عز وجل في كتابه. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني ترى الإنسان ينشط لكل شيء إلا لفعل الخير، فهو غير موفق والعياذ بالله، فهو غير موفق والعياذ بالله. كما قال الشاعر: أبو دلف يفرق ألف ألف ويضرب بالحزام على الرغيف، يعني في مجال التبديرين يعني يفرق ألف ألف ولكن يضرب بالحزام على الرغيف في موطن الخير، في موطن الخير لا ينفق رغيفا واحدا، وفي مواطن أخرى يفرق ألف ألف. ولذلك قال الله عز وجل: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين والعياذ بالله. فالقاضي عياض دعا لنا جميعا ودعا لنفسه بالتوفيق: اعلم وفقنا الله وإياك، أي لكل من يخاطب بهذا الكتاب وكل من يخاطب بهذه الكلمات دعا له القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه. وهذا هو أسلوب العلماء وهذا هو أدب العلماء رحمة الله تعالى عليهم، أنهم يعني يتأدبون ويدعون لأنفسهم ولمستمعيهم ولقارئي كتبهم، يدعون لهم بالتوفيق، يدعون لهم بالرحمة، يدعون لهم بالخير عموما. اعلم وفقنا الله وإياك أن كتاب الله العزيز منطوٍ على وجوه من الإعجاز كثيرة، منطوٍ أي مشتمل، القرآن الكريم مشتمل على وجوه كثيرة من الإعجاز، وجوه كثيرة ومتعددة. نجملها فيما يلي، القاضي عياض قال يقول نجملها في أربعة وجوه، ولكن إذا أردت أن تفرع فيها فإن وجوه الإعجاز في القرآن الكريم ليست منحصرة في أربعة، فوجوه الإعجاز فيه تتناول سالبه، تتناول لغته، تتناول أحكامه، تتناول شرائعه، تتناول أوامره ونواهيه، تتناول يعني كل من أين أتيته وجدته معجزا، من أين أتيت القرآن الكريم وجدته معجزا، معنى معجزا يخالف كلام البشر، فعلاقته بكل كلام كعلاقة الله عز وجل بسائر المخلوقات، بمعنى لا علاقة لا مجالا للمشابهة ولا للمقارنة. وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها في أربعة وجوه، يعني يقول نحن نجمعها ونضبطها ونحصلها في أربعة وجوه. الوجه الأول الذي سيذكره، هذه الوجوه الأربعة التي يذكر القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه، الوجه الأول حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحته ووجوه إعجازه وبلاغته الخارقة عادة العرب، هذا هو الوجه الأول. الوجه الأول يتعلق بحسن التأليف، تألف الكلمات والتئامها وحسن نظمها وحسن وقعها ومواقعها، فمواقعها التي احتلتها بكتاب الله عز وجل أمر معجز، ووقعها في النفوس أيضا أمر معجز يخالف أساليب العرب. يقول القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه: وذلك أنهم يعني العرب كانوا أرباب هذا الشأن وفرسان الكلام. هذا الشأن ماذا يقصد بالشأن؟ البلاغة، الفصاحة، الإيجاز، يعني السحر، ما يسمونه السحر الحلال، ما يسمونه السحر الحلال، وسمي سحرا لأنك تخدع به الإنسان. كم من حرب قامت 40 سنة وانطفأت بسبب قصيدة قيلت فيها، كم من شخص وضيع ارتفع شأنه بسبب بيت شعري قيل في شأنه، وكم من شريف أصبح وضيعا بسبب بيت شعر قيل فيه، إلى غير ذلك. فالعرب هم أصحاب الكلمة، يرفعون بها أقواما ويضعون بها آخرين، يعني يفعلون في الناس ما يشاءون بفصاحتهم بأساليبهم الخطيرة. والله سبحانه وتعالى يؤتي أنبياءه من المعجزات ما كانت أقوامهم يعني عالمين بها، أو ما كانت أقوامهم يعني متفوقين فيها. فلما كانت العرب متفوقة في الكلام، في البلاغة
الفصاحة جاءتهم بلاغة القرآن بهرة، جاءتهم بلاغة القرآن معجزة، لأنهم كانوا أصحاب هذا الشأن وفرسان الكلام. قد خصوا من البلاغة والحكم ما لم يخص به غيرهم من الأمم، أو ما لم يوجد في غيرهم من الأمم. أعطاهم الله عز وجل من البلاغة والفصاحة ما لم يكن في عند غيرهم من الأمم. وأوتوا من ذرابة اللسان ما لم يؤت إنسان، أعطاهم الله عز وجل من ذرابة اللسان وحدة اللسان ما لم يؤت أحد من الناس. ومن فصل الخطاب ما يقيد الألباب، أعطاهم الله عز وجل من فصل الخطاب. الخطاب هو الكلام، وسمي الخطاب خطابا لأنه يفصل الخطبة ويعني يمحو الخطبة، والخطب هو الأمر الجلل والأمر الخطير. فإذا كان مع الخطب خطاب فإن الخطبة يزول، فإن الخطبة يزول فسمي خطابا. ووصف بالفصل، ووصف الخطاب بالفصل لأنه يفصل بين الأمرين ويوضح بين الأمور وتنتهي به المشاكل. ما يقيد الألباب، أعطاهم الله عز وجل من فصل الخطاب أي من الخطاب الفاصل بين الحق والباطل ما يقيد الألباب، يعني يجعل الألباب عاجزة عن مقارعته وعاجزة عن الإتيان به، عن الإتيان بمثله. جعل الله لهم ذلك طبعا وخلقة، يعني أن البلاغة فيهم طبع، سواء السيد والمسود والغلام والجارية والرجل والمرأة، يعني كانت البلاغة بالنسبة إليهم يعني شيئا مفطورا عليه. وفيهم غريزة وقوة، كذا كان فيهم ذلك غريزة وقوة، يأتون منه على البديهة بالعجب، يعني بديهة يتكلم بأمر عجب، يتكلم بخطاب عجيب جدا، من غير أن يعده ومن غير أن يستعد له وأن يبنيه في الأيام والليالي، وإنما ينبري فيقطع بلسانه الأمور العظام. ويدلون به إلى كل سبب، يدلون به يعني يتوسلون به ويتوسطون به إلى كل سبب. فهم يستعملون هذا السلاح، سلاح الكلمة وبلغة الكلمة، يعني يتوسلون بها إلى كل سبب. فيخطبون بديها في المقامات وشديد الخطب، في المقامات أي في المحافل يخطبون وشديد الخطب، ويرتجزون به بين الطعن والضرب، هو يكون في ميدان المعركة وتنوشه السيوف، وإذا به يرتجز. عندما تقرأ السير، عندما تقرأ السير، لا سير العرب بصفة عامة ولا سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنك تجدهم يرتجزون، يعني والسهام تنوش أجسامهم، السهام تنوش أجسامهم وهم يرتجزون، هل أنت إلا إصبعين دميتي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وهو صلى الله عليه وسلم تدمي إصبعه حيث ضرب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ويمدحون ويقدحون، يمدحون ويذمون، ويتوسلون ويتوصلون، يتوسلون بالسين، يعني يتخذون الكلمة وسيلة، ويتوصلون بالكلمة. على سبيل المثال، ممن اتخذ الكلمة وسيلة كعب بن زهير، هذا كان من مشركي مكة، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو المسلمين، وكان لسانه ولسان غيره من شعراء المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم أشد من وقع السيوف، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. بسبب ماذا؟ بسبب ألسنتهم الحداد وليس بسبب سيوفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعترف بهذا السلاح، سلاح الكلمة، ولذلك أهدر دم الهجائين الذين يهجون المسلمين ويذمونهم. وقال للمسلمين الشعراء، شعراء المسلمين، قال الإحسان بالخصوص أهجهم ومعك الروح القدس، ويقول له إن كلماتك هذه أو شعرك هذا أشد عليهم من السيوف، أشد عليهم من وقعين النبال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا السلاح أيضا، فبالإضافة إلى المقارعة بالقرآن والمقارعة بالسيوف، قارعهم النبي صلى الله عليه وسلم، قارع المشركين بالشعراء بالشعر. النبي صلى الله عليه وسلم ما
تعلم الشعر وما ينبغي له، ولكنه قرأ المشركين بشعرائه، فشاعرنا أشعر من شاعرهم كما يقول كما تقول بني تميم، فشاعر النبي صلى الله عليه وسلم أشعر من شاعرنا، وخطيبه أخطب أو أشد خطابة من خطيبنا، وكان ذلك سبب إسلامهم. يعني كعب بن زهير لما قال الشعر والهجاء في النبي صلى الله عليه وسلم أهدر النبي صلى الله عليه وسلم زمه. لما كان فتح مكة بحث عن من يتوسل به لكي يحقن دمه، لكي يقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره ويقبل توبته ويدخل في دين الله عز وجل، فلم يجد أحدا أمامه. يعني ليس هناك من يستطيع أن يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعفو عنه. ماذا فعل؟ ما أفسدته الكلمة أصلحته الكلمة، قال قصيدة معروفة في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام والمسلمين والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، فشفعت له بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إذرها لم يفد مكبول، إلى قوله إن الرسول نور يصدى به، مهند من سيوف الله مسلول، فقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جاء إلى المدينة متسللا ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، يعني قبل أن يراه أحد، لأنه لو رأه أحد قبل أن يقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لقطع رأسه بسيفه، ولكنه تسلل ليلا فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من صلاة الصبح، فقال بانت سعاد، فبدأ يعني يقرأ القصيدة بانت سعاد، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه ويستمع إلى كلامه وسحره البلاغي في هذه القصيدة، فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقط رداءه، يعني أعطاه إياه كإجازة وهدية على شعره هذا. يعني أنه أصلح بالكلمة ما أفسد بالكلمة، هذا هو أثر الشعر وهذا هو أثر البلاغة عند العرب. ويرفعون ويضعون، يرفعون أقواما ويضعون آخرين، يعني كثيرا من أمراء العرب وملوك العرب ما قبل الإسلام يعني يغدقون الأموال تلو الأموال على الشعراء حتى لا يهجوهم، يعني حتى لا تصدر كلمة من الشاعر. يعني الشاعر شيء مخوف جدا، لأنه لو قال في ملك ما من ملوك حميار وملوك اليمن لو قال فيه شعرا لكان ذلك الملك وضيعا بسبب ذلك الشعر وبسبب تلك القصيدة. ويرفعون آخرين، أيضا قد يكون الإنسان لسبب من الأسباب وضيعا، فإذا بشاعر ما يرفعه ويرفع من شأنه، كالرجل المعروف بأنف الناقة. هذا الرجل المعروف أنف الناقة، لماذا سمي أنف الناقة؟ لأنه لما قسموا تلك القسمة الضيزة التي يقسمونها كان من نصيبه رأس الناقة. الآخرون ذهبوا بماذا؟ ذهبوا بالرجلين وبالأضلاع ذهبوا بالجثة كلها وذهب هو برأس الناقة، فلم يرضى أن يحمله. ماذا فعل؟ جعل لها خيطا في أنف الناقة فجره في الطريق، فازداد ذما على ذم. الذم الأول أنه كان من نصيبه أنف الناقة، والذم الثاني أنه جره بالخيط في الشارع وأطفال يتبعونه فيقول أنف الناقة أنف الناقة أنف الناقة. فالتصق به هذا اللقب، فإذا بالناس يقولون أنف الناقة، ما لقيه أحد إلا قال له أهلا يا أنف الناقة، ويقال لأبنائه وأبناء أبنائه أنف الناقة، فكان هذا اللقب بالنسبة إليهم كصاعقة نازلة عليهم من السماء. فجاء إليهم شاعر فقال لهم هل تعطوني عطاء أرفع عنكم هذه المذلة وهذا الذل الذي لحقكم بسبب أنف الناقة؟ قالوا له نعم، اطلب ما شئت وارفع عنا هذا الضيم. فقال بيتا واحدا من الشعر، قال قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب، ولم يغير شيئا، أبقى لهم الأنف ولكن قارنهم عيش مع الذنب. قال قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب، بمعنى أنتم في المقدمة والناس الآخرين في المؤخرة، فكيف يستوي من كان في المؤخرة مع من كان في المقدمة؟ فإذا بهم يقول هل تدري من أنا؟ أنا أنف الناقة، يعني اعتزوا
يعتز بأنف الناقة بعدما كان ذمًا أصبح ماذا؟ هذا هو السحر، هذا هو السحر الحلال، سحر الكلمة أن يرد القدح مدحًا وأن يرد العيب يعني خيرًا. فقال قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنب. هذا هو سحر، سحر الكلمة. نعم. ويرفعون ويضعون فيأتون من ذلك بالسحر الحلال ويطوقون من أوصافهم أجمل من صمت اللآل، يعني يطوقون من شأوا أجمل من صمت اللآل، بمعنى شبه، أنا كنت هنا تشبيه، شبه القصائد الشعرية التي تقال في الشخص شبهها بالحلي الذي يعلق على صدره يوشح به صدره. فتلك القصائد أشبه ما تكون باللآل والجواهر الفاخرة التي تكون في صدر الشخص الموشح بها. فعندما يمدح الإنسان ويعني يتناقل الناس مدحه فإن ذلك أزهى وأحب وأجمل إليه من صمت اللآل جمع لؤلؤات. فيخدعون الألباب ويذللون الصعاب، يخدعون الألباب يعني يجعلون الألباب خادعة مخدوعة وخاضعة لما يقولون، ويذللون الصعاب يعني يذللون الصعاب بماذا؟ بالكلمة، بالشعر. ويذهبون الإحن يعني يزيلون الضغائن والأحقاد، كلمة واحدة تزيل الضغائن، قصيدة واحدة تزيل الضغائن، فإذا بالناس يعني يتفقون ويلتئمون كما وقع في كثير من المواطن. ويهيجون الدمن، يهيجون الدمن يعني الدمن وما شخص من آثار أو ما كان حول آثار الديار، جمع دمنتين ما يكون حول الأطلال من الأمور الباقية البالية، فهم يهيجونها ويبعثون فيها الحياة من جديد ويجعلونها تزدهر من جديد، يعني الشيء المنسي يحيونه ويردون إليه جدته وجودته. ويجرئون الجبان، يجرئون الجبان، الإنسان اللي هو جبان عندما يسمع القصيدة من القصائد الشعرية يعني يتجرأ ويكون جريئا في ميدان القتال. يجرئون الجبان كما قال الله عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. النبي صلى الله عليه وسلم يحرض بماذا؟ بالوعد بالجنة، بالوعد بالجنة. والآخرون يحرضون بالدمار، دفاع عن الدمار، دفاع عن القبيلة، بالعصبية وما إلى ذلك. ويبسطون يد الجعد البنان، يد الجعد البنان، يبسطون يد الجعد البنان. الجعد هو المنكمش والبنان هي الأصابع، هي الأصابع. وجعد البنان شكون هو؟ البخيل. جعد البنان هو البخيل. فإذا قيل فيه الشعر ومدح بما ليس فيه يجود بما لديه، فإنهم يفتحون أصابع البخيل بماذا؟ بالشعر، فيقال فيه الشعر فإذا به يسخو ويجود. ويبسطون جعد البنان، يد جعد البنان يعني ذلك الشخص البخيل الذي لا يستطيع أن ينفق، يبسطون يده بالكلمة. ويصيرون الناقص كاملا، الناقص اللي هو ناقص يصيرونه كاملا بالكلمة. ويتركون النبيه خاملا، يعني إذا أجمعوا على شخص أن يتركوه خاملا بمعنى غير مذكورين، غير معروفين، غير مشهورين، يعني يتركونه. منهم البدوي ذو اللفظ الجزل، البلاغة البدوية ذو اللفظ الجزل، والقول الفصل، قول الفصل البين، والكلام الفخم، الكلام العظيم، والطبع الجهوري، طبع الجهوري رفع الصوت. وهذا عندما ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد الأعراب الذين يأتون إلى المدينة المنورة يتكلمون بمثل هذا الكلام، يسمع له بدويون كبير كإمام بن ثعلبة ووفد بني تميم، يا محمد أخرج إلينا، ويرفعون أصواتهم بذلك. فأنزل الله عز وجل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فوصف كلامهم بالجزل والفخم والجهوري والمنزع القوي. ومنهم الحضري ذو البلاغة البارعة، إن بلاغة الحضارة تتميز عن بلاغة البادية بماذا؟
بالبراعة ونصاعة الألفاظ والأسلوب السهل والأسلوب السهل السهل الجامع والطبع السهل والتصرف في القول القليل الكلفة الكثير الرونق، يعني لفظ قليل مع كثرة المعنى، يسمي البلاغيون إجاعة اللفظ وإشباع المعنى، إجاعة اللفظ وإشباع المعنى. الرقيق الحاشية، كلام رقيق الحاشية، يقال كلام رقيق الحاشية يعني كلام عنده حسن الابتداء وحسن العرض وحسن الاختتام، فحواشيه يعني رقيقة وعرضه أيضا رقيق. وكلا البابين فلهما في البلاغة الحجة البالغة والقوة الدامغة والقدح الفالج، قدح يعني السهم أو النصيب، الفالج يعني الفائز، والمهيع الناهج، المهيع الطريق الناهج اللاهب السالك. لا يشكون أن الكلام طوع مرادهم، يعرفون لا يشكون أن الكلام طوع مرادهم، عندما يريدون أن يتكلموا تكلموا، وعندما تكلموا يجيدون، يعني كل هذا من أجل أن يبين لنا أن يعني يبين القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب وبالأسلوب الذي يحسنون وبالكلمات التي يعرفون، ومع ذلك تحدهم وقال لهم فاتوا بسورة من مثله، فاتوا بحديث مثله، وقال لهم ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، طاسين ميم، طه، ياسين، نون، قاف، يعني قال لهم هذه الحروف التي تعرفون وهذه الحروف التي بها تبنون ما تريدون من الكلام، وتخدعون كما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه، وتسحرون بها الألباب وتخدعون بها العقول يعني وتوقدون بها الحروب أو تطفئون بها الحروب إن شئتم ومتى شئتم، فإن القرآن الكريم إنما جاء بهذه الحروف وبهذه السنن أو بهذا السنن بهذا الطريق والمنهج في لغة العرب، فلما عجزتم عن الإتيان بمثله. فلما جاءهم القرآن الكريم يقولون افتراه، معنى افتراه اختلقه من عنده، ابتدعه من عنده، الافتراء هو الاختلاق والابتداع والكذب على الله سبحانه وتعالى. قل فاتوا بسورة مثله، إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد اختلقه وهو مولود بين ظهرانيهم وهو متكلم بلسانهم، فليأتوا بمثله، بسورة من مثله، فليأتوا بسورة من مثل القرآن الكريم. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، اطلبوا غير الله سبحانه وتعالى ليدعمكم وليكون لكم ظهيرا على ذلك. وإن كنتم في ريب مما نزلنا، سورة البقرة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، إن كنتم في شك أن هذا القرآن من عند الله عز وجل وزعمتم أنه مفترى من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمه من قوم آخرين، فاتوا بسورة من مثله. يعني إذا كان هذا الكلام كلام البشري فأنتم بشر، فلماذا عجزتم عن الإتيان بمثله، بسورة من مثله، من أقصر سور القرآن الكريم ما يستطيعون. فالقرآن الكريم كله معجز، وكل سورة منه على حدة معجزة، وكل آية منه على حدة معجزة. فاتوا بسورة من مثله، فاتوا بحديث مثله، فاتوا بعشر سور مثله مفتريات إلى آخره. ثم قال الله عز وجل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، الله سبحانه وتعالى تحداهم وقال لهم إن لم تفعلوا، إن لم تأتوا بمثل هذه السور وبسورة من مثله ولن تفعلوا، قال لهم لن تستطيعوا، ولن هذه هل هي زمخشرية أو لأن لن هذه لن، ما معنى لن؟ لن هي لنفي الفعل أو وقوع الفعل في المستقبل، لن تفعل شيئا بمعنى لن تفعله فيما يأتي من الزمن، ولكن هذا النفي هل هو نفي مؤبد أو نفي محدد؟ إنما تقول لن تفعل شيئا بمعنى لن تفعله أبدا
أو لن تفعله إلى حين. نعم أبدا. إذن ثم مشيتوا مع الزمخشري. الزمخشري هو الذي يقول، هو الذي يقول لن لنفي الحدث أبدا. والآخرين أهل السنة والجماعة، لأن هذه اختلاف المعاني، معاني الحروف له أثر في العقيدة، له أثر في علم الكلام. الزمخشري وأضرابه متعصبون لقوله تعالى لن تراني، فقالوا الله سبحانه وتعالى لا يرى لا هنا ولا هناك. لن تراني يعني نفي الرؤيا مؤبد، نفي الرؤيا مؤبد. ورد الأحاديث التي تنص على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة كالشمس ليس دونها سحاب، وكالقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. أهل السنة والجماعة قالوا لهم لن لا تفيد التأبيد، إنما تفيد ماذا؟ إنما تفيد تحديد، يعني أنه لن تراني إلى حين، بمعنى لن تراني في الدنيا يا موسى، ولكن في الآخرة ستراني وسيراني غيرك من المؤمنين، سيراني غيرك من المؤمنين. والفصل في هذا أن لن ينظر إليها من سياقها، فإذا كان سياقها يقتضي التأبيد فهي مؤبدة كما في هنا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فالنفي هنا مؤبد. لن يأتي الناس بمثل القرآن ولا بمثل سورة من القرآن أبدا. وإذا كان ما بعد لن يفيد التحديد أو يفيد عدم التأبيد، فإن لن غير مؤبدة، كقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر هل هي مؤبدة؟ لا، بمجرد أنك تنفق ما تحب فإنك ستنال ماذا؟ ستنال البر، وينتفي النفي وينتهي النفي. فالنفي حد الإنفاق، فإذا أنفقت مما تحب فإنك ستصيب البر، فإنك ستصيب الخير عند الله سبحانه وتعالى. إذن فهي على حسب سياقها، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وقال تعالى في آية أخرى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا، ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا. لأن هناك نصوص فردية وهناك نصوص جماعية. نصوص فردية التي يصوغها الفرد ويأتي بها على أكمل وجه وعلى أحسن وجه، فنقول هذه قصيدة فلان، وهذه خطبة فلان، وهذه مقالة فلان، ونستحسنها ويعني نعتبرها شيئا عظيما. وهناك نصوص جماعية، نص الجماعي الذي تجتمع عليه لجنة من المختصين، لجنة من العلماء لصياغتها، أي لصياغة ذلك النص، كما يحدث في القوانين، كما يحدث في الدساتير، يعني كما يحدث في النصوص التي تعني الجماعة، التي تعني الجماعة، فيكون التوافق عليها، زيد هذه ونقص هذه، وهذه ما كمل شيء وهذه نقصة وهذه كذا، يعني فتجتمع الجماعة على إحداث نص متوافق متوازن إلى آخره. هل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن هل سيستطيعون؟ أبدا. يستطيعون أن يأتوا بشيء جيد، لأنه إذا اجتمعوا على شيء لابد أن يخلصوا إلى نتيجة معينة، ولكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن أبدا، ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا. وذلك أن المفترى أسهل، أن المفترى يعني أن يكذب الإنسان أسهل، الكذب أسهل ما يكون، أنك تكذب وتفتري وتخلق الكلام. ووضع الباطل والمخترق على الاختيار أقرب. الإنسان الذي يكذب يعني ما أسهل أن تكذب، ولكنك إذا يقول إذا كنت كذوبا فكن ذكورا، أصعب شيء أن تعيد الكذب مرة ثانية. عندما تكذب يعني يجب أن تكتب ما كذبت، لأنك لو طلب منك أن تعيد ذلك الكلام المكذوب ما استطعت. لماذا؟ لأنه ليس صحيحا، ليس واقعا. الإنسان يعيد الواقع، ما وقع له وطرأ وكان واقعا معيشا يستطيع أن يعيده ويعيده ويعيده ويعيده، ولكن أن يختلق أمرا ثم يريد أن يعيده مرة ثانية ما يستطيع. ولذلك
فإن هذا يعرفه القضاء، يعرفه الناس الذين ترفع إليهم الشكاوى والدعاوى، فيسألون هذا عن أمره فيقول كيت وكيت وكيت وكيت، ويسألون هذا فيقول كيت وكيت، يذهب إلى الجلسة الموالية في الشهر الموالي. بعد ذلك المحق يقول كلاما واحدا، والمبطل كل مرة يأتي بكلام جديد، ويأتي بخلق جديد، يأتي بخلق جديد من كلامه، فيقال له أنت يعني مبطل، لأنك لا تستطيع أن تذكر ما قلته في المرة الماضية. واللفظ إذا تبع المعنى الصحيح كان أصعب، ولهذا قال واللفظ إذا تبع المعنى الصحيح كان أصعب. أن تفتري ويكون كل ما جئت به موافقا لما مضى من كلامك هذا أصعب. والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن الكريم خلال 23 سنة، ما تناقض أوله مع آخره مع وسطه، ما تناقضت أحكامه مع أخباره مع قصصه، ما تناقضت عقيدته مع شريعته، هذا صعب جدا، صعب جدا. لو كتبت مقالة معينة في هذا اليوم ثم أعدت النظر فيها غدا لغيرت فيها الأشياء الكثيرة. تكتب كتاب أو مقالة أو عرض أو بحث ثم عدت إليه فإنك ستغير وتنظر إلى، بينما القرآن الكريم نزلت أول كلمة اقرأ وآخر كلمة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله على قول، وما تناقض أوله مع آخره ولا آخره مع أوله. فلم يزل، ولذلك لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقرعهم به أشد التقريع، يقرع المشركين بهذا القرآن ويتحداهم بهذا القرآن. فإذا عرضوا عليه الشعر عرضهم بالقرآن، وإذا عرضوا عليه المال عرضهم بالقرآن، وإذا عرضوا عليه الجاه والشرف عرضهم بالقرآن. ما عنده صلى الله عليه وسلم بضاعة النبي صلى الله عليه وسلم بضاعة واحدة، هي كلام الله سبحانه وتعالى المنزل من عند رب العالمين. جاء إليه أحد المشركين وقال له يا محمد لقد جئت قومك بأمر عجيب، بأمر غريب، سفهت به أحلامهم وسببت به آلهتهم وضللت به آباءهم، فهل لك في أمور نعرضها عليك تقبلها أو تقبل بعضها وتسكت عما أنت عليه، يعني تسكت علينا ولا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هات ما عندك. فقال له إن كنت تريد مالا جمعنا لك مالا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد شرفا شرفناك ولا نقطع أمرا دونك، وإن كان ما يأتيك رئيا من الجني طلبنا لك طبا، إن كان هذا الذي يأتيك الجني طلبنا لك طبا، يعني نعالجك إذا كنت مصروعا تصرع فنحن نطلب لك الطب ونعالجك ونزاويك. فلما فرغ من عروضه هذه التي يسيل لها لعاب كثير من الناس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم في أسلوب وأدب حواري عظيم أو قد فرغت يا أبا الوليد، أو قد فرغت، هل انتهيت يا أبا الوليد من عروضك؟ قال نعم. قال أو تسمع أقول، هل عندك استعداد لكي تسمع مني؟ قال له نعم، لأنه أنصفه، لما أنصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالاستماع إليه فلا بد من الاستماع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فافتتح عليه النبي صلى الله عليه وسلم سورة فصلت، بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا إلى آخر قراءته صلى الله عليه وسلم. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بماذا؟ بصورة تتحدث عن القرآن نفسه وتتحدث عن تقريع المشركين أنفسهم. فما يأتيني لم يكن رئيا من الجن، إنما هو تنزيل من الرحمن الرحيم. هذا الذي يأتيني ما هو؟ هذا تعريف للقرآن الكريم. هذه السورة تعرف القرآن فتقول حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، بمعنى تنزيل فيه رحمة واسعة ورحمة خاصة، رحمة عامة ورحمة خاصة، تنزيل من الرحمن الرحيم. هذا تعريف. البدل من هذا التعريف كتاب فصلت آياته،
يعني ليس كتابا يعني طلاسميا وليس كتابا لغزيا، ولكنه كتاب مفصل كلماته يقرأه البسيط فيفهم، ويقرأه المتفوق والمثقف فيفهم، كل واحد يفهم القرآن حسب مستواه الثقافي، لأن عبارات القرآن الكريم وألفاظ القرآن الكريم يعني واضحة وبينة. فصلت آياته قرآنا من عند الله عز وجل، عربيا بلسان العرب، قرآنا عربيا زد لقوم يعلمون، لأن هذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بالعلم والمعرفة. لقوم يعلمون، بشيرا لأهل الإيمان، نذيرا لأهل الكفر والضلال. القرآن الكريم بشير ونذير. القرآن الكريم يقول الله عز وجل في شأنه: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. القرآن الكريم إذا سمعه المؤمن ازداد إيمانا، وإذا سمعه المشرك اشمأز قلبه، كما قال الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا بالنسبة لأهل الإيمان. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الآية الأخرى في سورة التوبة، في سورة التوبة: وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. زادتهم رجسا إلى رجسهم والعياذ بالله. إذن فالقرآن الكريم من طلبه للهداية اهتدى، ومن عانده ضل وغوى والعياذ بالله. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم بهداية القرآن، وأن يشفينا وإياكم بشفاء القرآن، وأن يعلمنا وإياكم ما جهلنا منه، وأن يذكرنا وإياكم ما نسينا منه. وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.